ولا يهمك أخي مصطفى ولا يهمك، إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب. إحنا هنا موجودين لخدمتكم طال عمرك. طيب اسمعني، أنت اليوم مر علينا في دائرة شؤون الموظفين، وإن شاء الله بنسحب لك الرسالة لمن يهمه الأمر اللي طلبته. طيب طيب أخي، أحسنت، مع السلامة. تو انت مو قاعد تخربط. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تشوفني اني جالس اخطط لمستقبلي؟ اي مستقبل؟ ما اشوف مستقبل، كله شخابيط. ما لومك، لانه ما عندك احساس، ما عندك اتيكيت وذوق. هذا اللي تشوفه بيت المستقبل، بيتي انا وعائلتي. لكن وش دراك انت؟ اللهم سكنهم في مساكنهم. وأنا بسكن في أحسن من مساكنهم، وهم مهما أحسن عني، فهمت؟ تسكن مساكن من؟ أوي جمال، أوي درع على عمرك درع. هذا اللي عايشين في عالم آخر، ما في عالمنا. هذا عالمنا. أقولك شيء سعود، تروم تروح مكتبك وتخلص شغلك، وخلاني أنا أخطط لمشوار حياتي. روح. اللهم سكنهم في مساكنهم. وبعدني أقولك بسكن في أحسن من مساكنهم. البشارة البشارة البشارة، حلمك اللي كنت تحلميه طول ذا السنين اتحقق. وش هالمسخرة هذه؟ انت جاي تنكد صح؟ اقول لك انت الكلام معاك ضايع، بروح اغرف لك الغداء احسن من هالخبال. سلامات، كنش ماكله فلفل، صبر علي شوية. هذا اللي تشوفيهن رسوماتي، يعني بيتنا المستقبلي. وش هالشخابيط؟ هذه ما شخابيط، هذه بتروح صوب الاستشاري وبيسوي لنا خارطة حلوة وبيت كبير وفخم. بس هذا شكل بيت كبير، انت من وين لك الفلوس عشان تبني هذا البيت؟ يا دوب راتبك 1000 ريال. والبنوك ليش مخلايا؟ ما عشان تسلفنا، وحقنا نسكن في مساكنهم. مساكن من؟ اللي رافعين خشومهم ويتمدحوا ببيوتهم، والله اسوي بيت افضل عنهم. صدق والله. تدري الأسبوع الماضي أنا رايحة عند صديقتي مسوية وليمة على افتتاح بيتها، وش أقول لك، ضربني غم. صالة كبيرة وهداك الديكور الزين، انقهرت، بغيت أمسكك وزنطك من رقبتك. بس وش أسوي، ماشي حيلة صابرة تراني. تو البيت بيتهم وكبير، تزنطيني أنا ليش؟ مسوية وحش براري عمرك. إذا ما خليتك ترد الصاع صاعين ويندموا إنهم جلسوا يتمدحوا ببيتهم قدامك، ما أكون جمال. صبري علي بس شوية. تسلم يا الغالي، الحين بروح أغرف لك الغداء، ترى مسويت لك خنباشة مالح. شوفها تغيرت الخطة، متفقين على كبسة لحم وصارت خنباشة مالح. وهذه خارطة البيت، وأريد نفس التصميم، 500 متر. حاضرين يا زول، حنسوي لك اللي انت دايره. هي بس ما قاصر يا زول، كم بتغرف من مخباي؟ والله يا زول انا ما فاهم ليك، انت قاعد تشتمني ولا شنو؟ ما شتمت، حاشا لله اني ما شتمت، انا قصدي كم بتاخذ علي فلوس على الخارطه. حصل خير، ما علينا ما علينا. انت داير تحط قروجك كلها في الخارطه دي؟ لا 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 لا، عادي، لا هنا ما ينسكت عنه يا زول. مو دخل كروشي انا، فيه كرش ولا ما فيه كرش، انت ايش دخلك بيننا انا وياك خارطه؟ مالك يا زول، انا قاعد اقول قروجك يعني فلوسك. فلوسي؟ ايوه. انزين كم بيكلفني؟ والله بيتك كله ده على بعضه
يكلفك 1000 ريال. مليون؟ بعطيك مليون؟ السالفة تاخذ لي قلم وورقة بيضة وتشخبط طول الليل وتاخذ علي 1000 ريال؟ ما يجوز يا زول، اسمع لي. شنو شخابيط يا راجل؟ والله ده دراستنا كل هاي طول السنين شخابيط؟ لا 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 يا زول، غالي 1000 ريال غالي. والله نحن ما غاليين يا زول، يعني أنا حاسب ليك المتر بريالين، وروح دور أي مكان ما حتلقى أرخص من سعر مكتبنا. ها يعني تو مكتبكم أرخص عن المكاتب الثانية؟ هاي والمطلوب؟ هاي بس أنا دايرين عربون يا راجل. شوف أنا ما يهمني العربون، أهم شيء عندي البيت يكون فخم، أريد ربعي وأهلي يكون من يشوفوه على طول يقول وش هالبيت وش هالجمال وش هالتصميم. ها وش رايكم بالمفاجأة؟ هذا موقع الأرض اللي إن شاء الله هنسكن فيه ونبني أحلى بيت. والله إني ما نزلت ولا طبت رجلي برا السيارة. تعال أنت، تبي تتخلص؟ تعال أنت، تبي تتخلص مني ها عشان تشوف لك حرمة ثانية. توكم الحالة، مالك سعاد؟ إيش فيك؟ هذه الأرض حلوة وموقعها زين وسعرها حلو. أنت تخبلت؟ تبي تسكنني هني في السيح؟ لا صاحي ولا مواحي؟ صاحي ولا مواحي؟ ما تشوفي البيت ذاك الصوب وبيت فيه واحد هناك مرينا الحين عليه؟ يعني المكان مسكون. أشوف أشوف، بيت في الشرق وبيت في الغرب، ولا واحد منهم قريب من هذه الأرض. خلا خلا روحنا، والمرة الجاية إذا بتشتري أرض اشتريها وسط بيوت ما هني. اسمع بنت الحلال، تشوفي ذا المكان كله 7 سنوات بالكثير 8 بتشوفيه كله بيوت، أرض رخيصة وزينة والناس بتبني. أقول لك إذا تريد تبني ابني وحدك واسكن وحدك زين؟ خلاص نزين، صدعتينا بسكنك وسطيت البيوت. سعود بارك لي بارك لي. مبروك يا جمال خير، أكيد البنك سلفك. 80,000 ريال كامل كامل. عجب، أقول جمال متى ناوي تبني البيت؟ واشتريت أرض ولا بعدك؟ صدقني سعودي بالك تروح المستشفى وتفحص مخك. ليش؟ أنا ما قايل لك قبل إني بعت الشقة مالي وبفلوسها اشتريت الأرض؟ صحيح نسيت. عليك ولا أنا في زهايمر؟ زين تروح تفحص، لأنه آخر أيامك بتتطور الأمور وبتقوم تعقنا بحصى. لا لا ما جاي عقحد ما جاي عقحد، تفضل تفضل، مبروك مبروك. أقول جمال، أنت كم ولد عندك عشان تبني هذا البيت الكبير؟ 600 مرة قلت لك إنه عندي ولد واحد واسمه فهد. فهد؟ لا قلت يمكن يعني ما أخذ منه ولا منه، وحاب تفاجئ المدام إنه عندك ولاد بالمدام الثانية يمكن. والله الشك اللي بيذبحكم، وسبحان الله ترى هذا ما كلامك بس أنت، أمي وأبوي وعمي وخالي كلهم شاكين إني أنا متزوج واحدة ثانية وأريد أسكنها في ذا البيت. شفت كيف؟ أنا ما جبت شيء من عندي. يا ناس يا هو افهموني افهموني، أنا مسوي هالبيت الكبير بحيث إنه الطابق الثاني يكون لفهد باكر يكبر ويتزوج وما يطلع عني يسكن عندي في البيت. أها فهمت عليك، يعني أنت تفكر حال 20 سنة قدام. مالك كذاك يا ولد الحلال، تفكر حال 20 سنة وتخسر نفسك 100,000 ريال؟ اسمع مني، بني لك بيت طابق واحد 30,000 وبعدين فكر في المستقبل. وبعدين المال مالي والبيت بيتي يا أخي، انتو وش دخلكم؟ قصدك المال مال البنك والفائدة للبنك وقسط 500 ريال مال ذا الوحش. أقول لك سعود شوف شغلك، لأنك بأمانة رفعت لي حموضتي وضيعت علي فرحة القرض.
سيستمر نهج كريدت عمان متماشيا مع نهج مسيرة النهضة المباركة لتحقيق اقتصاد تتنوع فيه مصادر الدخل، اقتصاد قادر على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا. تاجر بأمان مع كريدت عمان. مدرسة السلام، جودة وتميز وإبداع. موقعنا ولاية السيب الخوض بجوار مركز العريمي بوليفارد. من الشرق منارة العلم تشرق، بضيائها تغزو الفكر بسلاح المعرفة لتعزز روح الإبداع والقيم، حاصلة على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بكلياتها وبرامجها المتميزة التي تواكب متطلبات سوق العمل. كلية الهندسة، كلية الحقوق، كلية إدارة الأعمال، كلية العلوم التطبيقية والصحية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية تطرح برامج الدبلوم، الدبلوم المتقدم، البكالوريوس والماجستير. سجل الآن واحصل على خصومات ومنح تصل إلى 75%. جامعة الشرقية، طريقك للإجادة والريادة. أخيرا كل حد وصل، حتى جدتي وصلت. بس لحظة، وين حمود؟ اللي في آخر الطاولة هناك هي أمي. سالفة ولا سالفة، بس عطني لقطة على إيدها. أيوة انزل تحت شوية. خطة 4-3-2، ما حد حاس فيك. باختصار هذه الأشياء اللي تصير على سفرتنا تخلينا إحنا نكون إحنا، حافظين على قيمنا حتى وإحنا ناكل. نعزز صوت العلامات التجارية عبر أكثر من 250 شاشة حول السلطنة. شاشاتنا وين ما تكون، بالمول، في المعارض، والمطار، حتى في محطات البترول. مع مباشر إعلان الغير. Today, officially, we are hosting the 44 countries from all over the world. Welcome to this historical moment for sports in Middle East. Oman pulled off the biggest event in soccer the world ever had seen. مدرسة متكاملة بمستجدات الحاضر ومتطلبات المستقبل، جناح خاص متكامل لرياض الأطفال، فصول دراسية نموذجية متكاملة التجهيزات. نسعى إلى تحقيق الجودة العالية في التعليم من خلال نخبة من المعلمين من أكثر من 14 دولة بإشراف كادر إداري ذو خبرات ومؤهلات دراسية عليا، بتخريج جيل قادر على مواجهة التحديات بعزيمة وإصرار. مدرسة السلام، جودة وتميز وإبداع. موقعنا ولاية السيب الخوض بجوار مركز العريمي بوليف. مبروك مبروك سعاد، الله يبارك في حياتك يا رب. مبروكين مبروكين، وش هالفخامة وش هالزين وش هالحلا. مشكورة حبيبتي،
ما شاء الله تبارك الرحمن، إن شاء الله بيت عامر يا رب. آمين يا رب، ويحفظنا من الحساد. إيش هذا الجمال يا سعد؟ هذا ما بيت، هذا قصر، بسم الله ما شاء الله. مشكورة حبيبتي نجلاء. أقول لكم هذا البيت خديناه بطريقة أنه يكون كبير شوية على أساس أنه ناخذ راحتنا فيه، يعني هو حلم متحقق بالنسبة لي. وغرفة ولدي حطيتها الصوب الثاني. يا سلام، ايش هذا البيت الفخم؟ من وين هالديكورات؟ انا طبعي ما احب اتفاخر بالشيء اللي اسويه. مواد خاصه، يعني تخيلوا بس ديكور المجلس بألفين ريال. المجلس بألفين؟ بعيد الشهر مو باغي تسوي. اذا المجلس بألفين عقب ديكورات البيت كلها كم؟ شوفوا، أتكلم لك أول شيء عن الديكور. مثل ما خبرتك بألفين، البيت كامل بعشرة آلاف ريال. أوه، حد سألنا عن الأثاث شكله. الأثاث لو إني ما أحب أتفاخر، طبعاً أنا ما خضيت المادة هذه بمية ريال أو بميتين، لأن عائلتي صيلة حساسية من الشيء الرخيص. 11 ألف أثاث بس، ب11 ألف بس الحاسد. أنا حاسد؟ ترى عيني ما فيها حسد، ظلمتني، ترك ظلمتني، لكن هو كان سؤال منطقي شوية، منطقي كذا يعني. أنت ذا الأثاث وهذه الديكورات كلها ماخذنها بقرض ولا؟ تك تك. وإيش هذه بعد تك 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 تك؟ إن شاء الله ماخذنها بقرض أو بدون قرض، ما يخصك يا سعود، تعشى. بسم الله ما شاء الله، كلفت على نفسك أخي جمال. يا جماعة الخير، تراني ما أحب أتفاخر. طبعا هذا اللي تشوفوه، الذبيحه هذه بشكل يومي، انا ضيوفي ما ينقطعوا. تخيل ذبيحتين رايحات، ثلاث جايات، ما عندي مشكله. ما شاء الله، اسمنها طبخه غاويه. لان هذه الطبخه مش اي شيف، انا جايب احسن شيف يطبخ لكم ودافع له مبلغا زين. الله يسعدك وبيتنا عامر ويرزقك بالحرمه الثانيه ان شاء الله. تفضل تفضل تفضلوا. ترى والله ذي مو حالة، لا قادرين نطلع ولا قادرين نشتري اللي نريده. يعني تو انت جاية من فوق لحد هنا عشان تسمعيني هالكلام؟ يعني ما حالي من حالكم؟ جالس بين أربع جدران مصطك. أنت ما عارفة إن أنا يتبقى من راتبي 300 ريال، صارت ديوني أكثر عن شعري. إيش تريدين أسوي؟ زين أبوي، ترى بسببك أنت هذا، أنا أبغى أطلع مع ربعي، ما يصير بس في الشهر مرة واحدة أطلع. شوف ها حتى ملابس قريمة. شوف يا ولدي، حسب ما سمعته في الدوام إنه في ترقية جايتن، أول ما تنزل الترقية بغير لك ملابسك وبسفرك وبنغير ديكور البيت. بس صبروا علي شوية، أنا خلاص اختنقت، أبغى مصاريف، تعبت من هالمناظر والصبغ والديكور والأثاث. شوف أبوي، إذا ما أعطيتني فلوس بروح عند جدي بسكن خلاص. والله أسمع كلام جديد، الظاهر عليك شاحن الولد علي. أنا لمن ذا البيت أنا مسوينه؟ لمن؟ ما مسوينه حالك أنت وحال أمك عشان تكون واجهة قدام الناس؟ آخرتها تقول لي أنا بطلع من البيت؟ روح من وجهي! أنا مليت مليت. ارتحتي؟ خلاص؟ يا أخ جمال، التشيكات المسترجعة عن قرض الأثاث اللي عليك اكثرت. أنت تعرف كم تشيك مسترجع من البنك لحد الآن؟ 5 تشيكات، وكل تشيك 100 ريال.
الحين خلى سالفة تشيكات المسترجعة، أنا جاي عندك أريد أفهم ال 15 ريال اللي ينخصموا علي مال إيش؟ أريد أفهم. ليش؟ أنت ما تعرف إن شركة التمويل تسوي غرامة على الزبون عن كل تشيك مسترجع؟ هذا غير غرامة البنك واللي تقدر أيضا ب 15 ريال عن كل تشيك مسترجع. وأنتوا ما قدرتوا ظروفي؟ ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى؟ أسألكم أنتوا ما في قلوبكم رحمة؟ أنتوا صايرين لنا مثل منشار تاخذوا الأخضر واليابس. أنا صار لي سنين في هذه الشركة، هذه السوالف تمر علي بشكل دوري يوميا. احنا المدراء اللي عنا خبرونا إن نطنش الكلام اللي ما في منه فايدة اللي يقوله الزبون. أنا ما فاضي لك وراي شغل، يا إنك تدفع التشيكات والغرامات اللي عليك، لأني أرفع الموضوع للجهات المختصة وهم يتصرفوا. لا 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 لا، هل هل هالوجه الطيب الحسن هذا ما يسويها. شوف أخوي، أكون كن صريح معك، أنا موظف واحتمال قريب بحصل مدير، وهالشي رايح يضيع علي. أريد منكم فرصة شهرين وأدبر الأمور وإن شاء الله أرجع المبلغ. طيب ما مشكلة، إحنا المدراء خبرونا إن الزبون إذا طلب فرصة نعطيه فرصة ثانية، ولو أنت في النهاية كاستمر، وما يرضى المدراء اللي فوق إنهم يخسروا الكاستمر. هي ما يرضى المدراء يخسروا الكاستمر، ترى هي السالفة سالفة بزنس، والفلوس ياخذن علينا وإحنا الضحية. حياك الله. صديق أنت ما في شوف؟ على كبر هالعيون اللي فيك ما شفتني إني طالع، تراني ما فاضل لك طالع معصب ومضايق، والضيقة ضاربتني لكم متراسي. كل يوم نفر زعلان مني، كل يوم نفر زعلان. زرب شاي بلنا، أنا إيش ذنب بلنا؟ الحين ما أعرف اللي من أفضى، هل تشيكاتكم ولا تغسيل ملابسي؟ أستاذ مراد، أنت لازم خبر كل نفر وقت جاي مني قبل ما في روح، لازم سوي انتباه، ما في يضرب شاي مالنا. ان شاء الله بابو، ان شاء الله، ولا يهمك. انت روح الحين وانا بروح اسوي لك شاي، اقصد بروح اسوي شاي لنفسي. فريتوا لي راسي ود الحلال، الله ياخذ ابليس. بس جيم استاذ، والله مشكل دنيا، فاقد في مشكل. اذا نفر ما يقدر يدفع فلوس، ليش جاي من شان شركة مال تمويل؟ هذا الوقت ما في زين، شيطان نفر. زرب مال أنا شاهد. المنطق يقول سلامات، ايش فيك؟ انت ما عندك احساس، ما عندك ضمير، ما تشوفني متضايق ومهموم. المنطق يقول يا اخي جمال، لو كان اسمك جمال هذا ما شرط انه كل شيء تمتلكه لازم يكون فائق الجمال. اقول سعود، هذا التفلسيف الزايد تراني ما اريده. اذا عندك حل لموضوع يقوله. حل. المنطق يقول السيارة الكبيرة اللي خذيتها من الوكالة، سيارة الدفع الرباعي عشان تكمل بيها الأبهة والجمال، بيعها. والفيلا الضخمة بيعها عشان تسدد ديونك، خذ لك بيت صغير وسيارة صغيرة ومد رجولك على قد لحافك. هذا ما كلامي، هذا المنطق يقول. شوف انت، المنطق يقول، وأنا كيش أقابل الناس وإيش أقولهم وإيش يكون وضعي؟ وجهك مثل ما هو، ما راح يتغير. خلقة الله كما هي ما تتغير، الإنسان هو اللي يغير عشان الفشخرة والفخفخة والكلام الفاضي. شوف سعود، عندي حل. ليش ما أروح بنك ثاني ويسوي لي 25 سنة ويعطيني مبلغ وبدفع للبنك القديم وللتمويل، وبيكون كذا حليت أموري واستفدت بعدني مبلغ زيادة. المنطق يقول بسنا من ذا المنطق، أنا بنطقك الشهادة، أنت طفرت بي بالمنطق. روح مكتبك، روح. زين إن شاء الله، إن شاء الله. روح، لا حول ولا قوة إلا بالله.
بالضبط انت جمال الله يهديك؟ كان لازم تنتبه لملكية السيارة وتشوف تاريخ انتهاء التأمين. بس خلاص خلاص، شبعت من هالكلام والله، حسستوني وكأني مجرم. وبعدين حضرتك لما تقولي لي ما مسوي تأمين من وين أجيب؟ أنا حتى ريال واحد ما عندي، ما أريد أسمع كلام ثاني. هذا الرجال اللي لابس البيجامة ما غريب علي، كني شايفنا من قبل. اوه جمال، هذا انت؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ ايش تريد مني؟ يا اخي خلوني في حالي، ايش تريدوا مني؟ خير يا جمال، مالك كذاك بتنهجل الله يهديك. اسمعني يا جمال، انا ادخرت جزء من راتبي، ومع مرور الايام والسنين صار عندي فلوس، وقدرت ابني بيت استرني انا واولادي، ولما يكبر الاولاد اذا حبوا يبني طابق ثاني اهلا وسهلا. انا اهم شيء عندي سكني، ما اهم شيء يشبه مساكنهم. شوف هالحصى هذه، بسوي لك مثلها ورمه في راسك. اقول لك الورمه ابو على راسي يومين وتروح، لكن انت روح دور لك طبيب يداوي لك قروضك. ايش صار لي؟ ايش صار لي؟ قنيت، ضاع كل شيء، الكل تركني.